عم نودع سنة ونستقبل سنة جديدة، سنة ثورية تحيي الأمل. نعم. بدي أعرف توقعات ماجي فرح لل 2022 شو هي؟ تتزبط الأوضاع، ما بده كتير. يعني أنا متوقعة تكون السنة فيها حوادث كتير قوية. حسب الفلك في معارك كبيرة وفي معارك، في ثورات بالعالم. من بعد ما توصل للذروة بنرجع بنشوف إنه صار في اتفاق. ماجي فرح ضيفة رودولف هلال ليلة راس السنة بعد أخبار على الـ LBCI.